إذا معودة مشاهدينا الكرام لاستكمال الشوط الثاني من مباراة زوق مصبح وأيو أس تي. زوق مصبح إذا بدكم مشاهدينا الكرام حسم تأهله للمباراة النهائية من الشوط الأول للمباراة الثالثة بعد تسجيله 4 أهداف بعشرين دقيقة. زوق مصبح فعلا عم بيحط إجره بالنهائي لمواجهة يو أس جي بالنهائي الثاني على التوالي بين الفريقين. الموسم الماضي انتهت البطولة 2-1 لمصلحة زوق مصبح. كيف حتكون فينال هذه البطولة خاصة إنه كل فريق من الفريقين عنده أجنبيتين على أرض الملعب؟ هيدا الشيء حيحلي أكثر الفينال خاصة نتيجة المستوى العالي لأجانب يو أس جي ولبنانية الذوق العاليين جدا. ناتالي مطر وريان رشيد، ناتالي مطر بتمرر لريان بطول عنا. أي ناس استلمت، عفوا مشاهدينا، أي ناس استلمت بشمالها ومررت كرة عن نانسي تشايليان اللي بتنطلق وبتخرج الكرة أوت. كمان الكرة مرة جديدة، أيناز بتخسر الكرة وبتروح كورنر مرة جديدة مقطوعة تنطلق إليت ولكن الكرة أوت. فعلا الكرة بتعود عن نانسي، نانسي اللي كمان بتسدد ولكن ريم عباد دائما بالمكان المناسب. كمان مرة ريان رشيد، ريان لنتالي، نتالي حاولت تلعب الوانتو مع نانسي ولكن خسرت كرتها، بتستعيدها وبتمرر لأيناز. كرة جميلة ولكن هانس على اللاعب الإيراني، اللاعب الإيراني اللي استخدمها زوق مصبح مع بداية الفاينل فور وسجلت حتى اللحظة هدفين. أهدرت بنالتي أيناز بالمباراة الثانية. نتالي مطر، نتالي مرت، نتالي إذا مررت كمان لأيناز فينا نشوف جول. شو هاللعبة الحلوة، شو هالكومبينيشن العالي، الوان تو الرائعة، والتمريرة الثالثة كانت من أيناز لمصلحة نتالي مطر ولكن يعني ما توقعتها نتالي. نتالي توقعت الكرة تكون بالشباك، رأت الكرة أمامها. كمان مرة ريان رشيد، نفس التشكيل اللي بدأت المباراة ولكن ريان عم تعود جوان بومية. كمان مرة نتالي بتسلم نانسي، نانسي بظهرها للمرمى بتعيد لريان، ريان كمان مرة شو حتعمل لريان؟ ريان 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 مرت عن كارلا ولكن طالت عنا الكرة كمان مرة جديدة. بتعود الكرة ريان، جميلة جدا، رائعة، رائع جدا مرور ريان. فعلا الطريقة اللي برمت فيها ريان، الطريقة اللي استلمت، الطريقة اللي برمت، الطريقة اللي سددت، شو عملت ريان رشيد بهالكرة. فعلا تقدم زوق مصبح 5-0 على فريق ايو اس تي. كمان مرة جديدة مشاهدينا، تزيدة عشوائية من الـ AUST. كمان مرة أيناز، أيناز بتمرر لريان، ريان بظهر للمرمى ولكن طالت لنا الكرة، طالت عنا الكرة وبتعتذر طبعا مدربها. مرة جديدة الكرة مع إليت بأوت جديدة للأيو أس تي. 5 دقائق على بداية الشوط الثاني، النتيجة 5-0. كمان مرة الكرة الطويلة عند كارن حداد ولكن تطلع حنين وبتنتقط الكرة. كمان مرة نانسي تشايليون، سريعة جدا كانت التمريرة من نانسي، سريعة كانت تمريرة نانسي وراحت بعيدة عن نتالي مطر. كمان مرة الضغط العالي عم يجبر ريم عباد على وضع الكرة خارج أرض الملعب. كمان مرة نتالي لعند ريان، كمان أيناز استلمت ضبت على الميدل ومررت لنانسي، ونانسي كمان لنتالي، نتالي 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 نتالي. لو مررت لنانسي كنا شفنا بالتأكيد هدف رائع جدا. أيناز حاولت، كارين انطلقت، كمان مرة ريم عباد، ريم عباد يعني فشلت بالكنترول، فشلت بالمرور عن ريان رشيد يلي وضعت الكرة خارج أرض الملعب. النتيجة لا تزال تقدم أيو أس، عفوا زوق مصبح على أيو أس تي
بخمس اهداف بتزيد 3 مع بعض. كره من ريان ايناس بتقطع الكره كمان تخرج اوت لمصلحه فريق يو اس تي يلي فعلا عم يستسلم امام زوق مصبح، بالخاصة المرات الثالثة يلي ما بيبذل فيها اي مجهود زائد الفريق الاحمر. كمان مرة ناتالي مطر كيف حمد كرتها، كيف مرة لتناسي، كمان مرة ناتالي، ناتالي جميلة جدا التمريرة. شو عملوا نانسي وناتالي بهالكرة، شو عملوا نانسي وناتالي بهالكرة، شو هالسلسلة التمريرات الرائعة جدا. وابتسامة الي اسيس بتفسر واقع فريقه، فريقه بالمباراة النهائية ونانسي عم بتسجل هدفها رقم 20 بالبطولة، 3 لعبات فقط فوق العشر اهداف. عم نحكي عن ناتالي ونانسي ولا يدا حروج، نانسي عم بتحلق خارج السرب 20 هدف، 20 هدف لنانسي تشايانيان بهالبطولة، 20 هدف ب13 مباراة. يعني شو بعد بتتوقعه من نانسي؟ كمان مرة، وطبعا نانسي غابت عن عدد كبير من المباريات. نانسي هلا عم تخرج من ارض الملعب، ومين مكانها؟ مكانها ديما. نانسي قدمت لديما هدية بالشوط الاول، ديما سجلت هدف، هدفها الاول بالفاينل فور. كمان مرة ريم عباد تسديدة حلوة ولكن نسي كانت بعيدة، نسيمة التقطتها. كمان مرة جديدة، شوفوا الوان تو، ريان رشيد انطلقت، ريان، نسيمة بتقطع الكرة، نسيمة كمان مرة جديدة، ريم عباد بتمرر تمريرة جميلة ولكن الكرة طالت عنا. مرة جديدة ناتالي مطر، اكيد هنشوف زوق مصبح حيعتمد روتيشن عالية كتلك اللي اعتمدها بشوط الاول. ديما فروخ اذا مررت فيها طابة خطيرة، ناتالي مطر، ناتالي مطر، هو ناتالي مطر عم بتوزع هدايا، عم بتوزع كادويات لناتالي مطر بهالمباراة. يعني 3 اسيست لناتالي مطر بهالمباراة. ناتالي مطر فعلا لاعب عالي جدا جدا. هدايا ناتالي مطر بهالمباراة. شو بعد ما قدموا نانسي وناتالي بهالمباراة؟ رائع جدا كانت تمرين ناتالي مطر. كمان مرة جديدة انا بتحاول تحمي كرتها بدفاع من ديما فروخ. كمان مرة والضغط العالي من ناتالي مطر، ناتالي، ناتالي، ناتالي كمان بتسيطر على كرتها وبتمرر الهديمة، طالت الكرة وأيناز بشمال عالي عن مرمى الحارس كارلا أبو عاصي. مشاهدينا الكرام، يعني شو هالذوق مصبح، شو من لفينال نحن بانتظاره، من لفينال على مستوى عالي جدا جدا نحن بانتظاره. ناتالي مطر عم تترك محلها لنور نصر الله، ريم عباد انطلقت بالكرة، ريم تغريد قطعت الكرة، كمان تغريد نزلت مكان ريان، وكمان ريم عباد، نور نصر الله كادت تسجل بمرمى فريقها. كمان مرة سيما بتقطع الكرة، بتعمل الكنترول، بتمرر لريم عباد، كمان مرة تغريد، تغريد لأيناز، أيناز، أيناز لمحت ديما مررت لها، لا بتحاول تمر، كمان بتعيد لنور نصر الله، نور، لا ديما، الكرة خارج الشباك، الكرة بالشباك الخارجية. شو هالسرعة بالانطلاق بالمرتدات، ولكن ديما أهدرت الفرصة. كمان مرة تغريد على الكرة، أيناز تستلم على اليسار، تلعب الدياجونال بول اللي بتوصل عند ديما، ديما بتكسر لبرا وبتخلي الكرة معها، بتمرر لنور نصر الله وبتنطلق كمان، كمان نور نصر الله مررت لتغريد، تغريد بتسدد، لا بتمرر، أيناز، كمان شفنا نور نصر الله، نور برمت، مررت لتغريد أيناز، كمان لنور، ولكن الكرة بعيدة. شو هالروتيشن كمان مرة جديدة عم بيحاول الزوق يقدم فوتسال جميل، عم بيقدم بيور فوتسال على أرض الملعب، دفاعيا وهجوميا فريق عالي مثله مثل اليو اس جي. كمان منذكر النهائي حينطلق قريبا، طبعا بعد ما تحددت امتى حتكون اولى المباريات، ولكن بكل تاكيد حيكون ولعان. وتسديده نور نصر الله بعيده عن مرمى كارلا كانت فعلا ممكن تسجل منها نور هدفها الثاني بهالمباراه، كان حتكون للمره الاولى نور عم تسجل هدفين بمباراه واحده هذا الموسم. كمان مره جديده نور نصر الله فشلت انه تعيد الكره براسها، ولكن تغريد متمركزه صح، بوزيشنينج صح من لاعبه الخبره، توضع الكره خارج ارض الملعب لانها على تنفيذ الاوت. كمان ريم عباد مضغوطه من ريم فعلا من ديما فروخ، بتحاول تمر بتفشل بهذا الشيء، ديما بتسيطر على كرتها. يعني ديما لو مرت كنا شفنا هدف يعني ثامن بالمباراه، ولكن غريب قرار ديما بالسيطره على الكره، الدوران حول نفسه وتاخير الهجمه، وهيدا الشيء اللي عم يطلبه الاسيس فعلا. يعني ديما اهدرت فرصة الثامنة. كمان مرة
تغريد، تغريد لديما، ديما نور النصر، الله جميلة جدا ولكن بعيدة، يعني رائعة جدا التجديدة ولكن كانت بعيدة عن مرمى الحارسة كارلا أبو عاصي. يعني نور كمان عم تثبت حالة بهالمباراة، عم تثبت حالة وتقول للأسيس أنا موجودة. كمان مرة دون أصلة شو عم تعمل، تمرير الأيناز والهدف الثامن بالمباراة، 8-0 تقدم زوق مصبح على AUST. 10 دقائق على يعني بداية الشوط الثاني، أيناز رح تخرج من أرض الملعب، فعلا قدمت اللي عليها. جمانة سعيد كمان مرة جديدة، اللاعب اللي سجلت هدفين حتى اللحظة بالبطولة، هل حتضيف غلتها من الأهداف؟ كل شيء وارد، كل شيء معقول بهالمباراة النصف نهائية. كمان تسديدة ريم عباد عالية بعيدة جدا عن مرمى فريق سوق مصبح. كمان تغريدة حمادي، جمانة، جمانة بتفوت على الميدل، هل حتمرر لتغريد؟ لا بتفضل تستمر بالمشي بكرتها. كمان مرة جديدة رنا بتحاول تمرر لريم عباد، مقطوعة. كمان جمانة سعيد، ديما فروخ، ديما كيف مرت عن ريم، كمان تستعيد كرتها. ريم عباد بدأت تشعر بإرهاق شديد، وهذا الشيء أكيد لأنه زوق عفوا AUST حضر للمباراة بخمس لعيبة. كمان مرة، كمان مرة، أوه ريم لو سيطرت على كرتها كنا شفنا هدف. نور نصر الله، نور نصر الله بالكونتر أتاك، نور نصر الله مرت، نور نصر الله مررت، كمان مرة ديما فروخ، ديما مرت على الأولى، نور نصر الله تسديدة، شو حيقول الحكم؟ كورنر، كورنر لمصلحة زوق مصبح. تغريد تخرجت جاي بومية على أرض الملعب، 9 دقائق و36 ثانية تفصل زوق مصبح عن الوصول للنهائي للمرة الثالثة على التوالي. تسديدة ديما فروخ عالية عن مرمى كارلا أبو عاصي، وكمثل ما ذكرنا إلي أسيس بالشوط الثاني حيعتمد على الباور بلاي. تغريد حمادة عم تجهز حالة لتكون بهيدا البوزيشن، بهيدي طريقة اللعب كلاعب خامسة إضافية، خطة القوة طبعا الهجومية يلي فعلا بيعتمدها كتير من المدربين أثناء خساراتهم، إلا إلي أسيس ما بيعتمدها إلا هو ربحان. فعلا إلي أسيس حيدفع بتغريد حمادة كباور بلاي حاليا، طبعا هي تحضيرية إذا بتكون هيدي الخطة للمباراة النهائية. كمان جوان، شو عملت يا جوان، شو عملت يا جوان، مرت عن الأول والثاني، ولو نور نصر الله توقعت الكرة بشكل صحيح كنا شفنا هدف ثالث. كمان مرة جوان تحمي كرتها بشكل جميل والكرة بتخرج خارج أرض الملعب. من دقائق تفصلنا طبعا عن نهاية المباراة. جمانة تمشي بكرتها وبتمرر، كمان نصر الله، نصر الله، كمان جوان بوميه، جوان لديما، ديما كسرت، حد هتسدد؟ لا بتعيدها لجوان. تسديدة كانت قوية جدا ولكن ارتطمت بالدفاع، وإليت بتوضع الكرة خارج أرض الملعب. 8 دقائق إذا مشاهدين الكرام، جوان بوميه بكل رواق عم بتمشي الهجمة لفريق زوق مصبح. مباراة شارفت على انتهائها، الدور النصف نهائي شارف على الانتهاء. الزوق والAUST طبعا زوق مصبح عم يتجه للفوز 3-0 وعم يتوعد ليؤجي بالنهائي. يعني يؤجي فاز بالمباراة الأولى على الساس 4-0، بالمباراة الثانية 3-1، اليوم كان عم يفوز 3-0. كمان زوق مصبح فاز بالأولى نتيجة 5-1، بالثانية 7-0، واليوم حتى اللحظة 8-0 عم يقدم. ديما فروخ بتسدد وكارلا أنقذت، كمان جمانة بتحاول تتابع الكرة ولكن إليت بتوضع الكرة خارج أرض الملعب. إذا مشاهدينا الكرام، مباراة من متناوله لفريق زوق مصبح، عم بيعمل فيها كل شيء بده اياه. شوفوا المرور، شوفوا التسديده، يعني تسديده جميله كانت من جوان ولكن بعيده عن مرمى كارلا ابو عاصي. نور نصر الله هتخرج من ارض الملعب، ومين حيدخل مكانها؟ هل حنشوف كارين الشعار؟ فعلا هذا الشيء اللي عم بيصير، كارين الشعار مره جديده على ارض الملعب. كمان ديما، ولكن كارلا بتنقذ الكره.
كارلا بتنقذ الكرة. كمان مرة مرتدة ريم عبيد بتحاول تعمل أي شيء بهالمباراة، أي شيء يذكر. ريم عبيد قدمت مباراة أولى عالية جدا خاصة بالدفاع على نانسي تشاليا، قدمت مباراة تانية كمان جيدة، سجلت هدف من المباراة الأولى من كرة ثابتة، واليوم عم بتقدم كل شيء بيطلع معه، كل شيء بإيده عم بتقدمه ريم عبيد. ولكن فعلا في فرق بالمستوى كبير، في فرق بالإمكانات. 12 لعبة من مستوى عالي جدا عن فريق زوق مصباح. اما بالنسبه لاي يو اس تي فهو عم بيخوض المباراه فقط بخمس لعبات. كمان مره دي ما فرخ. بنذكر مشاهدينا الكرام انه ابرز لعبات اي يو اس تي بهذه البطوله كانت يارا حصري يلي غابت عن سرير فاينل فور بسبب الاصابه، اصابه عرضت لها حصري طبعا بمباراه كره قدم من بطوله لبنان تحت 19 سنه. كمان مرة ديما فروخ بومية كمان مرة تمريرها جميلة جمانة سعيد على الفار بوست، جميلة جدا كانت تمريرة جوان بومية يلي عم تلعب المباراة وابتسامة كبيرة على وجهه في ظل أداء العالي جدا لهيدي اللعبة. كمان مرة ريم عبيد تحاول تسيطر على كرتها ولكن جوان تقطعها، وهجمة جديدة للفريق الأسود لفريق زوق مصبح. يعني شو عم تعمل كارن بهالمباراة؟ كارن الشعار مريت على الأول، مريت على الثاني، حاولت التسجيل. كارن الشعار عم بتقدم مباراة جميلة. يعني مين بعد ما ثبت حاله بالزوق؟ كل اللعيبة ثبتت حالها اليوم. كل اللعيبة عم بتقول أنا موجودة، أنا قدراني يكون بالفينال. كمان مرة ديما لكارن كارن 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 أوهو، يعني سددت وكارلا التقطت الكرة ولكن خرجت إلى خارج أرض الملعب. كمان مرة كارن لجمانة، ديما بتسدد عالي جدا الكرة. يعني ديما عملت اللي بدها اياه بهالمباراة. ديما من نوع اللعبات اللي دائما بتسعى للتسجيل بجميع المباريات، بجميع البطولات، بجميع الاستحقاقات، واستطاعت انه تسجل اليوم هدف. كمان مرة ريما بيز انتقلت للعب كبيفو على ارض الملعب. كمان نسيمة تسديدة ترتطم بجمانة سعيد. شو بيقول الحكم؟ كرة مع الزوق، ايه مع الزوق. جوان بومية اجين 3 دقائق و50 ثانية الوقت عم يمرق. طبعا زوق مصبح بالمباراة النهائية لمواجهة يو اس جي طبعا فور ما يجهز طبعا جدول المباريات النهائية السيري النهائية طبعا حيكون موجود على صفحة لبنانيز فوتسال كوميتي. طبعا المباريات جميعها بالسلسلة النهائية حتكون منقولة عبر هذه الصفحة على أمل طبعا أنه يكون الفينال بالمستوى المطلوب، وهيدا الشيء المتوعد، هيدا الشيء المنتظر. تغريدة حمادي بالحالة الدفاعية عم تكون كحارسة مرمى في ظل طبعا تواجدها كلعبة باور بلاي. ما في أي ضغط عند الزوق، الزوق عم بيلعب مرتاح. جوان بومية بتلعب الكرة عند كارن الشعار مقطوعة، فعلا تمريرها خاطئة. رانا كمان بتمرر، ريم عبيد المرمى فاضي، ريم سددت تسديدة يعني كانت متسرعة. جوان بومية خلص الكرة والكرة لا تزال بأرض الملعب. كمان ريم عبيد بتمر 1 في 1 وبتمرر تمريره جميله لنسيمه بعيده عن مرمى. تغريده حماده. كمان مره جمانه تغريده حماده تغريد 9-0 مباراه انتهت. الشوط الأول انتهت المباراة. يعني زوق مصبح عم يحجز مكان لإله بالمباراة النهائية ليواجه فريق يو اس جي. طبعا
طبعا مرور لما فروخ كمان كان الشعار شوان بوميه مرة جديدة ناوي يطلع بالنتيجة بنتيجة كبيرة إلي أسيس كمان مرة كرم شعار بتمرر وتغريد حمادة وعشرة صفر عشرة صفر نتيجة كتير كبيرة على أيو أس تي بمباراة سيمي فاينل بمباراة فاينل فور يعني الفريق الصحيح أدى واجبه بهالبطولة تأهل للدور نصف النهائي ولكن طبعا يعني مش حلو الفريق يتأهل على نصف النهائي يخسر عشرة صفر رغم كل الظروف يعني كنا بنتمنى نشوف سري نص نهائية أقوى سواء هون أو بالمنصورية كمان مرة كمان تغريد 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 هلا حتسجل أسرع هاتريك بالبطولة بدقيقة واحدة يعني استطاعت تغريد تسجيل ثلاث أهداف يعني تغريد من لما ارتدت طبعا قميص الباور بلاير وهي عم يعني بتسجل الأهداف ثلاث أهداف لتغريد أحمادة بدقيقة دقيقة ونص يعني رهيبة تغريد فعلا نتيجة 11-0 همسة كمان بتعيد الكرة هالمرة الباور بلاير هي نور نصر الله كمان مرة ديما فروخ بتسدد يعني اقل من دقيقة على نهاية المباراة اخر هجمة بالمباراة حتكون هذا الشيء اللي حنشوفه جاي بوميه لنصر الله نصر الله لديما اللي طلعت لتستلم لعبة الوانتو نصر الله بتلعبها باكوه التمريرة العرضية كانت رائعة جدا شو عم تعمل كانت نور نصر الله كمان مرة جديدة 38 ثانية على نهاية هيدي المباراة على نهاية سيرين نصف نهائية جوان بوميه جوان بتمرر تمريرة جميلة نصر الله نصر الله للفروخ فروخ كمان مرة جديدة جوان بوميه مرت المرور الجميل مرت كما تمر بالعادة وتسديدة رائعة جدا لكن مرت من جانب قائم الحارس كارلا أبو عاصي لا الحكم شو بيقول الحكم بيقول كورنر 14 ثانية على نهاية المباراة طبعا بشوط الثاني مباراة النصف نهائية فعلا زوق مصبح عم يتأهل للمباراة الختامية السلسلة النهائية من هذه البطولة 11-0 نتيجة قاسية جدا على الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا طبعا خروجه مثل ما خرج ستارز أكاديمي اليوم عم يخسران 3-0 بالسيمي فاينل يعني نتيجة كتير كتير كبيرة وبذلك عم بيودع الـ AUST البطولة والمباراة النهائية حتكون بين الفريقين الكبار فريق طبعا فريقين اللي استاهلوا منذ أول لحظات البطولة من أول مباريات البطولة فعلا USG زوق مصبح مباراة حتكون منتظرة سلسلة حتكون منتظرة بكل مبارياتها ومش بعيدة أبدا نشوف خمس مباريات بالفينال طبعا حنكون بعد قليل بمقابلة صغيرة مع أحد لعبات اللي تميزت كتير بهيدي البطولة عم نحكي عن أحد أهم لعبات زوق مصبح جوان بوميه وحنحاول طبعا نكون بمقابلة مع اللاعب الواعدة ماري جواكين بوميه طبعا حنكون بمقابلة مع جوان بوميه حاليا اللاعب الكندي طبعا يلي عم تلعب بالدوري اللبناني مش للمرة الأولى دائما ما منشوف جوان بوميه هيدي اللاعبة فعلا اللي بدأت مع شوترز بدوري كرة القدم النسائية واليوم عم نشوفها مع زوق مصبح بدوري الفوتبول جوان بوميه يعطيك ألف عافية جود جيم جود سيري عم نشوفكم اليوم بالنهائي مع اليو اس جي كيف شفت الجيم كيف تحضيراتكم للفينال صراحة الجيم دايما اليو اس جي بيضايقونا بالدفاع بس كتر خير الله اليوم اجوا الجوال نتيجة كبيرة طلعت تحضيرنا للماتش كثير عم نحضر حالنا صراحة انتنسف تريننج وكل شيء لأنه اليو اس جي خصم عن جد صعب ما فينا نستخفين
That's it. جوان اليوم أكثر من جهة أكثر من فريق كل الفرق كل اللعيبة كل الأجهزة الفنية عم تطالب بجوان بوميه أنها تحصل على الجنسية اللبنانية هيدا الشيء حق لك أكيد شو بتتمنى شو طلبك للاتحاد شو طلبك للأجهزة الفنية للمنتخبات شو بتقولي جوان صراحة أنا عبالي أتجنس بس كرمال ألعب بالمنتخب مش أكثر الجنسية اللبنانية مش جابت لي شيء صراحة مع الكندية مش جابت لي شيء بدي ألعب بالمنتخب أنا صراحة بدي بس البلد لأن هيدا عن جد بلد حتى لما خلقت هون أنا صار لي 20 سنة عايشة هون فبليز قبل المنتخب Thank you جوان كلك زوق طبعا كنا بمقابلة مع لعبة زوق مصبح الكندية جوان بوميه طبعا مشاهدينا الكرام هيدا كل شيء لليوم كنا عم نتابع طبعا مباراة السمي الفاينل الثالثة بين فريق زوق مصبح وايو أستيل المباراة انتهت بفوز زوق مصبح 11-0 طبعا قريبا حينطلق النهائي اللي حيكون منتظر بين USG وزوق مصبح هيدا كل شيء لليوم مشاهدينا الكرام بنشوفكم بأوقات لاحقة طبعا بكرة بمباراة الويزي والجيش طبعا مباراة حتكون منقولة عبر الـ OTV هيدا كل شيء لليوم وشكرا